أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة في خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث تتأثر المنطقة الشرقية والوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية الغربية وأيضا أجزاء من المنطقة الشمالية بحالة من عدم الاستقرار الجوي وأيضا بمنخفض جوي يعمل على هطول زخات من الأمطار وأيضا انخفاض في درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة بحول الله، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار، الحرارة الدنيا حوالي 16 درجة مئوية، الملموسة 15، نسب الرطوبة حوالي 55%، أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، حيث تسجل سكاكا حوالي 24 إلى 13، عرعر 21 إلى 12، تبوك 21 إلى 12 مع تفرق للغيوم المنخفضة في تلك المناطق. أما بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ من جدة، تفرق لبعض الغيوم 29 إلى 21، المدينة المنورة 27 إلى 18، مكة المكرمة 31 إلى 19، أما الطائف 23 إلى 13. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية حيث تتأثر بزخات من الأمطار كل من أبها وجازان وأيضا عموم المرتفعات الجنوبية الغربية، أبها 22 إلى 11، جازان 29 إلى 25، أما الباحرية نشطة مثيرة للأتربة والغبار 20 إلى 13. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالدمام 31 إلى 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم، حفر الباطن 25 إلى 14، الإحساء 32 إلى 19. بالانتقال للمنطقة الوسطى نبدأ من العاصمة الرياض حوالي 28 إلى 15، بريدة 24 إلى 12، أما حائل طقس بارد نسبيا 19 إلى 11. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.